إيه اللي ممكن يتغير في مباراه المصري والاهلي بكره بالنسبه للمصري حاجات كثيره ولا تعاقد مع كابتن علي ماهر اسلوب لعب مختلف في لعيبه كتير كمان مش ما بقتش متاحه للمصري في المباراه بتاعه بكره فبالتاكيد التكتيك بتاع المصري نفسه هيختلف سواء باختلاف المدرب او حتى برحيل عدد كبير من من اللاعبين فاحنا بكره نشوف نسخة مختلفة أو جديدة من من المصري غير المصري اللي احنا كنا بنتفرج عليه في في الدوري. معانا أكتر من من شوية أرقام احنا محضرينها تخص المصري سواء للعيبة اللي موجودة بالفعل أو اللعيبة اللي رحلت عشان نحاول نفهم الشكل بكرة ممكن يودينا لحد فين. فاحنا المصري مفتقد بكرة لجريندو وده كان أهم سلاح هجومي في في المصري يعني ممكن يلعب على اللي فكرة. هو خلاص يعني <applause> طبعا هو مش راح البنك انتقل للبنك الاهلي خساره كبيره الحقيقه للمصري في ربنا شفي غموم رباط الصليبي عبده يحيى خلاص رحل عن عن المصري ففي, المحل. ففي اكتر من لاعب رجب عمران بس خلينا نتكلم في الثلاثه اللي هم اهم الثلاثه دول هم اهم ثلاث اسامي انا قلتها جريندو لو يحضروا لنا ارقامه الحقيقه أنه هو كان يوازي ربع الفاعليه الهجوميه للمصري، المصري سجل السنه دي 43 هدف منهم جريندو لوحده جايب تسعه وصانع اثنين، يعني 11 هدف من 43 25% من قوه المصري الهجوميه، ده مش هيكون متاح، اسلوب لعب المصري اصلا ودي برضو حاجات من الارقام اللي احنا محضرينها يا بس يعرضوها لنا على على الشاشه كان بيعتمد دايما على الكرات الطويله للجناحين، فالجناحين دلوقتي مش موجودين. فالمصري بالتاكيد بكره ولا حيغير ولا بالظبط فبالتاكيد هيغير طريقه لعبه من اكتر الفرق اللي كانت بتلعب كرات طويله طول الموسم هم المصري اعتمادهم على الكرات العرضيه الحقيقه ما بيبقاش كبير الا لو عن طريق الكرات الثابته هي يعني الارقام قدامنا ارقام المصري السنه دي السنه دي كان المصري بدا بدايه مهتزه جدا ثم بعد كده الاداء تحسن لعبوا 39 مباراه حققوا الفوز في 14 تعادلوا 16 وخسروا 9 سجلوا 43 زي ما قلت من 89 هدف متوقع وده رقم جيد يعني ما اقدرش اقول ان هو جيد قوي يعني نسبة يعني نسبه 50% تقريبا المفروض ان هي تكون مبالغ اكتر من كده اه استقبل 40 هدف رقم كبير و كان المفروض يدخل فيه آه 75 آه هدف, هدف. فالشباك آه النظيفه هم طلعوا ب 17 كلين شيت من ال 39 مباراه ده رقم كويس آه التمريرات الطوليه بقى بص حضرتك 1925 تمريره طويله ده يوريك قد ايه هم بيعتمدوا على الكرات الطويله من من الياس الجلاصي لل للجناحين آه عملوا منهم 749 تمريرة حوالي 39% النسبة، نسبة معقولة مش مش وحشة بالنسبة للكرات الطويلة، العرضيات الناجحة، العرضيات رقمها قليل قياساً بالتمريرات الطولية. 695 منهم 164، أغلب الكرات العرضية الناجحة بالنسبة لهم أو السليمة بتبقى من الضربات الثابتة. ياس الجلاصي بيلعبها كويس ودايما بيلعبها على الزاويه البعيده من اعلى الفرق اللي عندهم مراوغات في الدوري 407 مراوغه ناجحه عندهم لعيبه كويس صحيح عندهم عندهم الياس اكتر من لاعب عن... اه عندهم حتى اكتر جريند. من لاعب وجريندو طبعا عندهم اكتر من لاعب عنده آه القدره على المراوغه والمرور آه واحد لواحد افتقادهم للعيبة دي آه بكره هيخلي شكل الاداء مختلف خصوصا ان كابتن علي ماير من من المدربين اللي بيعتمدوا على التدوير والاستحواذ وان هو بيلعب بشكل مختلف مش مش من النوع اللي هو بيقفل بي بي دفاعاته وبعدين بي بيلعب على التحولات زي ما كان بيحصل مع المصري فاحنا بكره مش هنقدر نقول احنا هنشوف المصري بشكل عامل ازاي 100% احنا هنستكشف لكن طبقا للاسلوب اللي بيلعب بيه او متعود بيه علي ماهر ان هو يلعب بيه هو فرقه بتحب الاستحواذ هل ده هيقدر يحفظه لعيبه المصري في المده القليله اللي بعد ما دايما كورتين ثلاثه وكرة طويله بالظبط المفروض من المفترض ان احنا بكره نشوف المصري مع علي ماهر بيلعب باستحواذ المفروض اه طبعا المفروض خصوصا كمان مع الغيابات يعني مع الغيابات أنه هو ما بقاش عنده الاجنحه اللي عندها السرعه والقدره على على المرور مش هيبقى متاح بالنسبه له ان هو يلعب على التحولات فبكره المصري هيكون اكيد شكله مختلف عن ال... عن اللي شفناه طول الموسم يعني ايمن الياس الجلاسي واحد من اهم اللاعبين في النادي المصري كيف يمكن على النادي للنادي الاهلي ان يوقف الياس الجلاسي او خطورته يعني هو طبعا الياس واحد من ابرز اللعيبه في الاجانب اللي جم في الدوري في الفتره الاخيره هو لعيب مميز جدا بنقول له هو ملك الاسيست في المصري واحد من يعني اعلى اللعيبه يعني دي ارقامه عموما في الموسم مش في الدوري بس أه هو مسجل خمس اهداف الخمس اهداف دول كابتن اسلام من ركلات جزاء أه عامل أه سبعه اسيست أه هو بالمناسبه واحد من التوب فايف الناس أه اللي عملوا اسيستات في الدوري السنه دي يعني أه زيزو أه الياس ورمضان صبحي أه علي معلول دول من ابرز اللعيبه اللي عملوا اسيستات في الدوري السنه دي فالياس مميز جدا هو المفتاح اللعب بتاعهم زي ما تشوف كده ده الكي باسز بتاعته 68 وبالتالي هو اكتر من اكتر اللعيبه اللي بتصنع فرص للعيبته في النادي المصري ده عدد المراوغات الناجحه بتاعته في الموسم كله اجمالا 85 من 111 محاوله لكن لو من 85 دول هو عامل 77 في الدوري زي ما نقول كده هو برضه ملك الترئيس في الدوري يعني هو اكتر لعيب في الدوري الموسم الحالي عمل مراوغات ناجحه فده برضه بيديك انطباع ان اللعيب ده لما بيبقى معاه الكوره ما بيفقدهاش بسهوله بيعرف يعدي واحد لواحد لو عشان خاطر يلعب الكروس بتاعه او التمريره الطوليه او التمريره الارضيه ايا كانت يعني لو برضه هنكمل مع ارقام الياس هنجيب بس الرقم بتاع صناعه الفرص ده رقم كبير قوي في اه طبعا في يعني كدوري يعني اللي 75 في فرصتين بيقدر يصنعوا بشكل حقيقي فرصتين حقيقيتين كل, كل كل, كل, مباراه ده رقم كبير في الدوري المصري يعني إيه ده كل ده ترجمته ان هو من اعلى اللعيبه اللي عامله <applause> اسيست من اعلى اللعيبه اللي عامله فرص بص كابتن اسلام هنا باي. هي دي في ده في مباراه فاركو هو النهارده بص ضرب خط دفاع فاركو اللي هو مفروض ان فاركو من الفرق اللي بتدافع كويس ضربهم بتمريره واحده لجريندو تمريره باس واحد على طول آه لجريندو بيلعب خلف الدفاع دي كوره هو مشهور بيها على طول لما بيستلم الكرة من العمق لو كملنا كمان فريم ده هنا ماتش الاسماعيلي الكرة دي يا كابتن هو استحوذها اصلا آه طبعا احنا جايبين صور عشان الحقوق الحقوق فهو استخلص الكرة دي من نص الملعب ولف ورجع وقف في المكان ده وبص برده لجريندو هنا بص في كام لعيب من النادي آه الاسماعيلي واقفين، الفريم اللي بعده هيوريك هو رمى الكوره آه ازاي، احنا هنا بنتكلم في يعني دي دايره نص الملعب، الفريم اللي بعده على طول هتلاقي ان الكوره لعبها في العمق بتاع دفاع النادي الاسماعيلي وجريندو هو اللي عدى بقى اللعيبه دي وراح سجل الهدف، الفريم اللي بعده اه هنا بص كابتن اسلام دي اهو لعب الكوره طوليه برده ما بين بيبقى مهاجم ما بين ثلاث مدافعين بيستغل سوء تمركزهم وهو عينه حلوه هنا المرات دي عملها بالشمال الكره اللي قبليها عملها باليمين فبرضه دي ميزه عنده ان هو بيلعب برجلي الاثنين بيعمل الكي باسس او الاسيست برجلي الاثنين فلازم لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله في نص الملعب تبقى في حاله ان هي ما تسمحلوش بالمساحات دي لو كملنا برضه فريم تاني هنا دي كره ثابته جمله تلعب بالظبط ان هو اللعيبه دي ارضيه بقى كابتن اسلام يا صبري ده اللعيب اللي هناك ده هو باص اصلا لالياس بص بقى هنا لعبها للراجل اللي على الطرف ده ضرب اربع مدافعين من حرس الحدود والراجل ده راح جاب هدف فهنا النهارده بنتكلم عن التنوع في صناعه الاهداف م. يعني الراجل ده هنا دي الكره الثابته كابتن اسلام م. اللي هو بيلعبها وسواء الكره الثابته كانت من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال هو على طول الاوفر بتاعه على البعيده للراجل اللي بيبقى منطلق اخر واحد من لعيبه النادي المصري فهنا النهارده ايه القصه من الكل اللي احنا بنقوله ده سواء الارقام او الحالات ان الراجل ده عنده تنوع في فكره الاسيست في فكره الارسال الكرات الطويله او التمريرات اللي هي المفتاحيه سواء على الارض سواء كرة الطوليه من العمق من الاطراف فهنا النهارده يعني دي محور من محاور لعب النادي المصري النادي الاهلي اعتقد لازم يبقى عامل حسابه جيدا ان هو يتعامل معها بالشكل الامثل يعني سواء علي ماهر كمان معانا مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره برضو ممكن نستعرض ارقامه هو اه طبعا يعني هو كسب النادي الاهلي في مسيرته مباراه واحده كمدير فني للاسف هي برضو ذكرى مش كويسه لأنها كانت في ربع نهائي كاس مصر قبل كده كان ماسك الاسيوطي أه وقتها كان الاسيوطي قبل ما يبقى بيراميدز كان هو كسب النادي الاهلي 1-0 أه دي ماتشاته كسب مباراه تعادل ثلاثه خسر سبعه سجل سبعه واستقبل 17 لكن كابتن علي مارد في مبارياته مع النادي الاهلي بيلعب اكتر على الدفاع يعني اكتر ان هو بيغير, أسلوب. آه بيغير اسلوبه مم. شويه ما حتى شفنا مع فيوتشر في الماتشات اللي كانت ما بين الاهلي وفيوتشر هو بيلعب اكتر على الدفاع وبيحاول يلعب مرتدات فهنا برضه فكره صبري إن ممكن يستعين بان المصري السنه دي بيلعب كتير على الكرات الطويله فهو تبقى بالنسبه له اسهل لو هو هيقفل قدام الاهلي بان دي اول مباراه ليه قبل ما يبقى عنده تدعيمات